بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين، ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين ومن سار على نهجهم المبارك بهدى وتقى وصدقا ويقينا وحقا واتباعا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في درس جديد من دروسنا الشرعية العلمية المتعلقة بشرح كتاب مير نهل الإمام علي بن محمد الجرجاني رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا عن الفعل وما يتعلق بالفعل وتعدي الفعل والفعل اللازم والمتعدي وتعديه إلى مفعول ومفعولين وأكثر. وهنالك مسألة يذكر علماء النحو أن هذه المسألة لا يستغنى عنه كالفاعل، هذه مسألة الفضلة، ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به فيجوز حذف الفضل إن لم يضر قولك. وهذه قد تكون هنالك فضلة في الفاعل وجواز حذف هذه الفضل. فمثلا من الأمثلة المتعلقة بهذا الأمر، فمثلا في قولك ضربت زيدا ضربت، هذه ضربت الثانية هي للتأكيد بحذف المفعول به، كقولك يعني ممكن أن تحذفه وتكتفي بضربت زيدا. قولك أعطيت زيدا درهما أعطيت، وهذه الفضلة يمكن أن تحذف. وقد جاء القرآن الكريم بهذه الألفاظ، فقول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى، وقول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، وحتى يعطل الجزية، التقدير في هذه الآية والله تعالى حتى يعطوكم الجزية، فقال الله حتى يعطوا الجزية، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأما من أعطى واتقى وهكذا. وهذا حذف الفضل، يقولون إذا ضر فإنه لا يجوز، يعني يجوز حذف الفضل إذا لم يكن به ضرر، أما إذا ضر فإنه لا يجوز كما يذكر علماء النحو. هنالك مسألة أخرى أيضا مهمة في قضية الأفعال، وهي قضية التنازع في العمل أو تنازع العامل كما يطلق عليه بعض علماء النحو. وهذا التنازع في العمل أيضا يسمى باب الإعمال، إعمال العامل والمعمول. والتنازع هو أن يتقدم فعلان متصرفان أو اسمان يشبهانهما، أو فعل متصرف واسم، تقدم فعلان أو اسمان متصرفان أو فعل واسم له شبه، ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى. فمثال تقدم الفعلين مثلا آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني أفرغ عليه قطرة، وهذا تقدم ماذا؟ تقدم فعلين، آتوني وأفرغ، تقدم فعلين، هذا يسموه تنازع. ومثال يعني التنازع في الأساس في اللغة هو التجاذب. ويقول العلماء في هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى آتوني أفرغ عليه قطرة، قالوا القطر هو النحاس المذاب، ووجه الاستشهاد هنا إنه أتى بعاملين آتوني وأفرغ، وهما فعلين، وتأخر عنهما المعمول، فكلاهما هذين الفعلين كلاهما يطلب ماذا؟ يطلب مفعولا له. فلذلك أطلق علماء النحو على هذه القضية بالتنازع أو التجاذب، يعني فعلين المفعول لمن؟ هل هو للفعل الأول أم للفعل الثاني؟ هل المفعول لآتوني، هل المفعول لآتوني أم إن المفعول لأفرغ؟ فالأول يطلبه مفعولا ثانيا، والثاني يطلبه مفعولا أول.
يعني بهذه الطريقة العلماء حلوا المشكلة. قالوا الثاني يطلبه مفعولا ثانيا، الأول يطلبه مفعولا ثانيا، والثاني يطلبه مفعولا أولا، أي القطرة آتوني قطرة تكون مفعول أول لأفرق، وتكون مفعول ثاني لآتوني، وهكذا. وأيضا تحدث العلماء عن تنازع ثلاثة، يعني قد يكون التنازع متعدد، قد يكون التنازع في ثلاثة، يعني ثلاثة أفعال تطلب مفعولا واحدا، كما جاء في الحديث الشريف: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين. وهنا تنازع ثلاثة في اثنين، ظرف ومصدر، كما يذكر العلماء وكما يبين. فهنا تقدمت ثلاثة أفعال عاملة، وتأخر معمولان اثنان، وهما الظرف، وهو كلمة دبر، ظرف زمان، ونائب المصدر ثلاثة، ثلاثة وثلاثين نائب مصدر، وهو مفعول مطلق، وهو مفعول مطلق يبين العدد. وهنا التنازع على هذا الظرف والمصدر، التنازع صدر من ثلاثة أفعال، صدر من ثلاثة أفعال. وهنا تعمل هذه الأفعال على أنها مفعول أول ومفعول ثاني ومفعول ثالث، تعمل بهذا الشكل. فيمكن أن يكون التنازع ليس شرط أن يكون المتنازع فيه، ليس شرطا أن يكون مفعولا به، إنما يمكن أن يكون المتنازع فيه، يعني ليس الفعل، يكون مفعولا مطلقا، أو يكون مصدرا، أو يكون ظرفا. ومن الممكن أن يكون مفعولا معه، نحو قمت وسرت وزيدا، على أعمال العامل الثاني. ومن الممكن يعني أن يقع التنازع في هذه الأشياء التي ذكرت، وهي المصدر والظرف، سواء كان زمانا أو مكانا أو المفعول به. وبعض العلماء العربية منعوا وقوع التنازع في المفعول له وفي الحال وفي التمييز، وبعضهم أباحوا ذلك. وإذا تنازع أكثر من عاملين أي فعلين، أعمل الأخير منها، وهذا هو الأرجح عند علماء النحو. ولذلك يقول سيبويه في كتابه رحمه الله: واستقرأت كلام العرب فوجدت إعمال الثالث وإلغاء ما عداه. وذكر الإمام ابن مالك في ألفيته أيضا كما قال سيبوي. وذكر أيضا أنه سمع من كلام العرب إعمال الأول وليس الثالث الأخير، فيقولون بأن استقراء سيبوي لم يكن تاما، لأن من العرب من يعمل الأول ومنهم من يعمل الأخير. ويمتنع وقوع تنازع بين حرفين، إذن التنازع في الأفعال وليست في الحروف، فالتنازع لا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره، ولا يقع التنازع، وهذه مواضع عدم وقوع التنازع، أنه لا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره. وبعض العلماء يجيزون وقوع التنازع
في أفعال التعجب، في فعلي التعجب، ما أحسن وأجمل زيدا، وأحسن به وأجمل بعمرو، ولا يقع التنازع في معمول متقدم نحو أيهم ضربت وأكرمته أو شتمته خلافا للبعض، ولا في معمول متوسط ليس متقدم ضربت زيدا وأكرمته. وأيضا يذكر العلماء إن قضية جواز إعمال، يعني أن تعمل، أن تخرج للفاعل مفعولا، أن تخرج للفاعل مفعولا حتى وكان هنالك التنازع، فهنا ذهب العلماء إلى جواز إعمال أحد المتنازعين اتفاقا، يجب أن يعمل أحدهم، فإذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما شئت باتفاق علماء النحو. أما اختلفوا، منهم من اختار الأول، ومنهم من اختار العامل الأول، منهم من اختار الأخير، سواء إذا هذا إذا كان عاملين، بعضهم قدم الأول كالكوفيون لسبقه، يعني لأنه يتقدم لأنه هو سبق، والبصريون قالوا الأخير. أما إذا كانت ثلاثة عوامل فالأرجح أنهم اتفقوا على الأخير، ومنهم من قال الأول. فيقولون إذا أعملنا الأول في المتنازع فيه أعملنا الأخير في ضميره، يعني صار الأخير لضميره نحو قام وقعد أو ضربتهما أو مررت بهما أو أخوك، يعملون الضمير للآخر، ففي أخوك الكاف وفي بهما الهاء وضربتهما الهاء وهكذا. وبعض العلماء يجيز حذف غير المرفوع، العامل غير المرفوع يحذفه، ويقولون عنه أنه فضل. ومن البصريين ومن الكوفيين منهم من ذكر إنه سمع عن العرب إعمال كلا منهما الأول والثاني، والخلاف بينهما في قضية الاختيار، يعني كلاهما متفقين على الإعمال لكن هما مختلفين في قضية الأول أم الثاني، أم الأول والثاني. وقد وردت قضية التنازع في القرآن الكريم، ووردت في الحديث الشريف، باعتبار أن القرآن والحديث من كلام العرب، وكل ما هو موجود في كلام العرب موجود في القرآن وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ورد في القرآن كما يذكر علماء العربية، والذي ورد في الحديث الشريف جرى على إعمال العامل الأقرب إلى المعمول، ومن ذلك قول الله تعالى هاؤم اقرؤوا كتابيه، فالعامل في كتابيه، العامل في كتابيه هو اقرؤوا، فلو كان العامل هو هاؤم لكان يقال هاؤم اقرؤوه كتابيه كما يقولون. وأيضا في قول الله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، وهنا يرجح قول البصريين الذين يعملون الأخير لقربه، الأخير أقرب من الأول إلى العامل. والعلماء علماء العربية يقولون إن علمنا إن أعملنا الثاني فإن الأول إذا احتاج لمرفوع فإن البصريون يضمرونه، يقولون إن المرفوع مضمر لامتناع الحذف، ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء، وأيضا
هم في الخلاصة اتفقوا على قضيتين. القضية الأولى أن التنازع يقع، والتنازع هو التجاذب، مفعول واحد وفعلان أو ثلاثة أفعال يبحثان عن مفعول، اتفقوا على إعمال المفعول. اختلفوا في قضية، هل نعمل المفعول للمفعول الأول، للفعل للفاعل الأول أم للثاني؟ وإذا كانت ثلاثة أفعال فأيهما نعمله، للأول أم للأخير؟ ولم يتحدث أحد منهم عن الوسط، عن أعمال الوسط. والأقرب للصواب والله أعلم هو ما ورد في قضية التنازع في القرآن وفي السنة، إن إعماله يكون للأقرب، والأقرب هو الأخير دائما، الأقرب هو الأخير دائما. وكذلك اختلفوا في قضية هل نعملهما كلاهما أم إننا نعمل واحدا منهما، فبعضهم قال نعملهما كلاهما، وبعضهم قال نعمل الأخير منهما، وبعضهم قال نعمل الأول منهما، وبعضهم قال نعمل الأخير منهما أو الأقرب منهما ونعمل ضمير الأول منهما، وبالتالي أعملناهما كلاهما. والله تعالى ورسوله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.